سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. مسألة آداب تقصها ومسألة دينية مثلا دين هان ما بنانا تما بدنا إن لرهبه بدنا لدايو بدنا لحيره وحيابا غريب كا وحكم ده وحي الصومالي دي مقالة دي شوبي شرتي عيبو يقانين أي إمك كون ضمبي البحر ما هو يقانين مثل ما قالوا إنك وحلي سورين شري هبل ورد نور نور كصومة تقانين الصومالي دي بادية كون نولان شرتي قفاد يا بيا يا وحب ما تشرين مرك عرورته ويحيري تشرين لكن هنا ما ضيع هبل أصي وخلا صوعان قارنا فود بيو سبين شرين قارنا نور بيو سبين شرين ما بنا ندينا هان إن قفقة ما أنت إن لقى حيران يرلا صور يابو مقالة ده مركا الليمي ولا دي مقالة ده شوكتي وقفقة إليه وره البادية موحبا قرمنا يوار دور ربي ورين شرين إما كان دور نما دي بفان دي نقطي ويا قال دور ربا ركتين عجبت قبا قال كمركو دور ربا نقطي أيا دور نما دي هلك كان فان كان نقط حلا يا هاي رقم والي بودد ليه وحن وحسن يا وحن أكسم والي ديمها وحل لو سو دجيه ان لو صحه دقمده وخي قلدبه marka ka diina han muslim baynu nay dhaqankeena waxa ku jiray qaldan inaynu saxanna wayna saaran inaynu dhaqanka ka guurayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldan ku jira inaynu saxanno de kana ay weydiinaysaana waa dhaqan gaalada ma ku dayanaa un ila kama aha Soomaalida hore ma ku dayanaaye waxaad u jeedaa in gal mareekanka degane kuwan baasidka ciyaaraha xiirtay dadkoo dhan ugu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhan gadhku la baxay gadhkii baa ammaan noqday yacni gaalka markay joogee maalintu xiirtana inaad xiirato maalintu timaa la baxna inaad la baxda waa ceeb waxay qof muslimo kaljar iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanaya.